بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة ومن داخل سوق ضراوة يا جماعة. النهاردة 3/9/11/2021. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. السوق طارح النهاردة. هنخش نشوف لكم أسعار الجاموس العشر. بداية الفيديو يا جماعة صلوا على النبي كده. صلى على النبي عشان يبقى اليوم منادي للصلاة على حضرة النبي. صلوا على النبي كده في أول الفيديو في أول اليوم يا جماعة. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هنخش نشوف لكم أسعار العشر. ودوسوا لايك للفيديو. الناس اللي داخلة جديد تشترك في القناة عشان إن شاء الله القناة هتنال إعجابكم بإذن الله. خشوا نشوف لكم العشر كده يا جماعة. استنونا. الصلاة على حضرة النبي تبارك الله. صلى على النبي. صلى على النبي. هذا عشر تسعة. الولد الكامل في بطنه طيب. سيد. ثانية. الفلوس يا عمدة. نزل هذا بعد لا احنا عايزين الصح يا حي. احنا عايزين الصح. 23 و100 يا جماعه فلوسها. دي فلوسها 23 و100. الصلاة على حضرة النبي. 23 و100 هي. 23 و100. عشر تسعة. الصلاة على النبي. عشر تسعة يا جماعة. هذا العشر يا جماعة بس في جاموس في ناس مش واقفة عليه هنا. الصلاة على حضرة النبي. معلم صبور منور عمده ما شاء الله. في حاجه عشر النهارده؟ اه في حاجات على فرجه كل حاجه. ماشي تبارك الله. ماشي براحتك. براحتك. الصلاة على النبي. يلا يا صبور. يلا يا عم نور. منور عمده. منور كبير. مبارك عامليه. الله يوسع عليك. في حاجه عشر النهارده؟ لا والله في والد. والد ها؟ هيجي لك طيب ماشي. الصلاة على النبي. في عشر معاك؟ صلى على حضرة النبي. صلى على النبي. والد معك ها؟ فين الوالد؟ صلى على النبي تبارك. ايه في مالك؟ لا. صلى على النبي. الجميل يا عمي. صلى على النبي. تبارك الله. بسم الله ما شاء الله. هذا الدرع يا جماعة. تبارك الله. صلى على النبي. صلى على النبي. تبارك. ايه تحتيها هي دي؟ نتادية؟ ولا تانية دي؟ تحتيها النتادة يا جماعة. ايه الفلوس عمدة؟ 25 يا جماعة. تحلف كام وكام على كده؟ 6 و6؟ الصلاة على النبي. يقول 6 و6. برة بتاعتها بسم الله ما شاء الله. الصلاة على النبي تبارك الله. ما شاء عمدة شكرا عمدة. صلى على النبي طوال حبيبه عمده. صلى على النبي. صلى على النبي يا عمده. الصلاه والسلام. لو قلنا اللبن كام وكام على كده عمده؟ لبن؟ اه دبر 4 و4 اللبن. ما تجيبش يا ها؟ 4 و4. ما تجيبش 4 و4؟ لا حلبينها. اه حلبينها. اه ايه تحتيها هي؟ ذكر. ذكر. بالصلاه على النبي. الولد الكام ده على كده بالصلاه على النبي؟ الولده الاولى. الولده الاولى؟ اه الولده الاولى. يعني كده شبه هي بكريه بالصلاه على النبي. ايه الفلوس على كده؟ 27000. الشراء 27. 27000 يا عم. بالصلاه على النبي تبارك الله. هي حته حلوه يعني. ماشي. كم رقمك عمده؟ 011 011. 26 26. 23 23. 49 49 02 02. قلت لي 27. 27. تمام ما شاء الله. ربنا يرزقكم ان شاء الله. الصلاة على النبي تبارك الله يا جماعه. الله. ما في سنه قدام عندك؟ ماشي بالنص يا جماعه. الجاموسه دي تبارك الله يعني. تبارك الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. يا عمي ماشي. ازيك يا عمي؟ منور يا عمي. الله يوسع عليك. الله يوسع عليك. ايه اخبار السوق النهارده؟ والله الجو متغير. اه يعني الاسعار شاده؟ الجو متغير. نعم شديده شديده. اه طب الرفعه دي من ايه على كده؟
وبعد ما الاكل غالي. الاكل غالي. اكل غالي وموسم برشيم برضه في جاي الموسم ده. موسم الشتاء عندك الشتاء عليه لبن برضه. نقول اسم الكريم للمشاهده حق اسم عم محمد احسن ناس خالد ابن عمي عمي الصلاه على النبي. انت بيبقى متواجد معك الجاموس؟ متواجد معي جاموس وعيون تبارك الله. طب احنا في ناس بتشوف الفيديو دي لو في حد عايز حاجه يتواصل معك تواصل معي. نقول رقم التليفون طيب. مش حافظه؟ ما عشان بصور انا. لا آه. خلاص تمام عم محمد. ماشي عم محمد الله يوسع عليك الله يوسع عليك. مع الجماعه اللي هنا دول الصلاه على النبي. في ناس يا جماعه احنا بنحب نسبوه ايه نسبوه لكم ارقامهم يعني بتبقى ناس كويسه بنقبلوه على طول في السوق يعني. بسم الله ما شاء الله. 10 دي عمده 10 لوالده الصلاه على النبي تبارك الله. معك دي عمده 10 عمده 10 8 شهور. الولد كام اللي في بطنها دي؟ الثالثه. ايه الفلوس؟ الفلوس 25000. 25000 يا جماعه بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الله يا جماعه الجاموس الجاموس دعتنا والناس مش عايزه تدوس كويس يا جماعه. الصلاه على حضره النبي. من فين يا خالد؟ اسيوط. احسن ناس. ايه اخبار السوق النهارده؟ الاسعار كويسه ولا شاده؟ كويسه بس في حسب النظيف، النظيف 100 100. اه واللي كل سعر كل بهيمه بسعر يعني. البهيمه النظيفه بسعر والبهيمه اللي تعبانه بسعر. ايوه يعني عندك جاموس اللهم صل على النبي انا عاملها 30 ونص او مش راضي عايز 31000. يعني ال 500 برضه قريبه يعني. يعني لو نص ونص مثلا ونص. طب تعال نخش عليه كده نخلصوها باذن الله ان شاء الله. مش راضي بس الدهن على شروط. بيع وشراء كده يعني. بس هي بسم الله ما شاء الله. لا هي تبارك الله يعني شاب منهم يعني. الله بالصلاه على النبي ما شاء الله. هذه معانا يا موسى يا جماعه تبارك الله بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الراجل صاحبها دي عايز 31 والجماعه موصلينه 30 500. الصلاه على حضره النبي. عايزين نشوف البيع والشراء ده تخلص عليها يا جماعه. لا يا راجل دي 10 عمده يا راجل بتاع 10 دي. صلى على النبي تبارك. 10 كام على كده؟ 10. ولد الكام اللي في بطنه ده؟ بكريه. بكريه اول ولد يعني. ايه فلوسه كبير؟ 19. هذه بكريه يا جماعه اول ولد. بكريه اول ولد. صلى على حضرة النبي تبارك الله. 012. حافظ الرقم؟ 012. 012. 858. 858. 351. 84. 84. اسم الكريم؟ جرجس. ماشي عم جرجس. في جاموس ثاني متواجد عندك؟ ولا هي دي اللي معاك؟ لا هي دي اللي معاك. الله يوسع عليك عم جرجس. صلى على النبي. بس لو عايز حد عايز حاجه يجيب له. ماشي عم جرجس. صلى على النبي. أنا شايف الراجل اللي هنا ده كان بيشتري معاك 30 و500. وأنت قلت له كام؟ طب إيه اللي عليها هي؟ ولا هي جاية من البيت؟ من البيت جايبها أنا. من البيت
الصلاة على النبي. وصلت 30 و500. ايه؟ وصلت 30 و500. 30 و500. طب وانت عايز فيها كام على كده؟ برضه لو المشاهد مثلا يعني حد حب يرن عليك. على الله يا راجل. انا محدد لك. 8000. والله زي ما هي. طب تحب تسيب رقم لو حد عايز يتواصل معك؟ ما معك الرقم. لا عشان ده فيديو جديد. كام الرقم؟ 8000. 8000. كم كبير الرقم؟ 011 23 18 53 18 53 82. اسم الكريم يا اخي محمد. ماشي عم محمد الله يوسع عليك. السلامه. فينك انت يا راجل؟ انت فين يا راجل؟ والله وحشني. ايه اخبارك؟ عامل ايه؟ ماشي الحال. فينك عم سعيد؟ هذا عم سعيد معانا يا جماعه، الراجل المحترم ده، الراجل الطيب بما يرضي الله يعني. ايه اخبارك؟ عايز ينزل بكاري كثير اليومين دول. البكاري كثيره؟ بقول لك ايه اخبار السوق؟ لا السوق النهارده مريح. مريح؟ آه. يعني اسعار كويسه؟ لا اسعار حلوه. اسعار كويسه؟ يعني الناس تنزل؟ لا ينزل يا عم. اللي عايز حاجه ينزل. والبكاري من هنا ورايح. اصلا انا بنصح المشاهد بما يرضي الله لما تبقى الاسعار شاده بقول له الاسعار شاده. اليومين دول. بكاري كثير. انا شايف بكاري، صورت كثير بكريه. بالصلاه على النبي. بالصلاه على النبي. تبارك الله. في حاجه معك؟ لا 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 بالصلاه. بالصلاه على النبي. تبارك الله. هذا يا جماعه سوق الجاموس الوالد والعشر، صورنا لكم النهارده، عاملين لكم تغطيه لسوق التلات، سوق الجاموس، سوق البقر، سوق العيون، الجاني واللحم. الصلاه على النبي، تغطيه للسوق كله. في نهايه الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو، الناس تشترك في القناه، الناس اللي داخله جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.